السلام عليكم جميعا، مرحبا بكم في قناة عالم سمسومة. اليوم عنا فيديو جديد في الخياطة، وهو كيفية ترقيع الملابس. أي إذا كان عندكم قطع في الملابس سأريكم كيفية ترقيع. نبدأ بسم الله. عنا هنا هذه جيلي تاع ابني، عندي فيها تقطيع، ها هو لازم نوجدوا المكواه تكون ساخنه وفيها الماء باش نديروا بها البخار. وعندنا قطعه من الفيزلين تاع اللي نبطنوا بها رقبه القناطر او الملابس بهذا الشكل. قطعه نحكموا مكان المقطع، نحطوه بهذا الشكل بهذا الشكل هنا، ونوضعوا المكان اللي يلمع تاع الفيزلين. هذا هو اللي يلصق في الملابس، نتمنى تكون واضحة. هذا المكان اللي يلمع نحطوه فوق القطعة، ولازم نعدلوا هذيك التقطيعة، نلموها على بعضها مليح بهذا الشكل، ونحطوا قطعة الفازلين فوقها مباشرة بهذا الشكل، ونحكموا المكوات ونديروا البخار فوقها بهذا الشكل بهذا الشكل باش يلصق الفازلين في الملابس بهذا الشكل. أتمنى تكون واضحة. هكذا بهذا الشكل، وهكذا القطعة مقدرش. شوفوا كيما ولات، نتمنى تكون واضحة، ما عدتش تبان، وهكذا ما تزيدش تتحل القطعة التقطيعة هذه. نتمنى فيديو اليوم يكون فاتكم، وانتظروني في فيديوهات أخرى إن شاء الله. سلام.